صاحبي فرصه كنت حوار تونسي مش فاهم احنا متى حوار تونسي قناه نهار كل يتسب صاحبي سامحني قولك على سرحتي المره الاخرى خاطر جيت اني نخدم على عايش نحي ما صورش مت انا خاطر عندي سوجي عن هذا داك على سرحتي اما توا قلت حكايه تخص الاعلام والاعلاميين دونك ماكش باش تصرح من الروبوت شنو معناها حتى الاخرين واحنا لا ما وصلت بالك انت اعلاميه تادب وانت حر ما تصرحش توقع السجن نعم توقع السجن توقع السجن توقع السجن قاعد يسجل انا رافض السجل بعد ما رافض السجل.